بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نال ثقة جلالته بتعيينه رئيسا للجنة المنظمة العليا لكأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم. ويأتي التكليف السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة امتدادا لدعم واهتمام جلالة الملك المفدى بتطوير الحركة الرياضية في المملكة بصورة عامة ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أن تكليف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يأتي استمرارا للتطوير الذي تشهده مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم والمحافظة على الإنجازات التي حققتها وتعزيز المكتسبات، خاصة وأن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة دائما ما يحرص على تقديم المبادرات المتميزة التي تنقل الرياضة البحرينية إلى آفاق أرحب من التطور والنماء. ومن المؤمل أن تكون انعكاسات الثقة الملكية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إيجابية على كرة القدم البحرينية، بعد أن أعطى سموه كرة القدم البحرينية أولوية ضمن استراتيجيته المقبلة من أجل التنافس على البطولات الإقليمية والقارية والحضور في مختلف المناسبات العالمية. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: إن الثقة الملكية السامية تعتبر بمثابة وسام فخر واعتزاز، باعتبارها تمثل ثقة سامية من جلالة الملك المفدى أيده الله، هدفها العمل على تطوير كرة القدم البحرينية والارتقاء بالمسابقات البحرينية، الأمر الذي سيمثل مكانا مناسبا لتحقيق التطور للمنتخب الوطني. ودائما ما تكون الرياضة البحرينية بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص محل اهتمام ودعم من قبل جلالة الملك المفدى الذي يعتبر الداعم الأول للرياضة والرياضيين. وشدد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أن اهتمام جلالة الملك المفدى بكرة القدم البحرينية ودعمها بصورة مباشرة سيشكل دافعا كبيرا من أجل مواصلة تطبيق استراتيجية النهوض بها والعمل على تهيئة كافة الأجواء المناسبة لها للارتقاء والحضور القوي في مختلف المناسبات من أجل تسجيل إنجازات ومراكز متقدمة باسم المملكة تؤكد اهتمام البحرين بالارتقاء برياضة كرة القدم. وأشار سموه إلى أننا سنبدأ بوضع أهداف واقعية لإنجاح مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم وسنطبقها على أرض الواقع، وهذه الأهداف ستكون محل اهتمامنا باعتبارها ستمثل الطريق الأنسب للارتقاء بالمسابقة من كافة النواحي وضمان محافظتها على الإنجازات التي تحققت وتعزيز مكتسباتها. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أننا سنعمل جاهدين من أجل ترجمة الثقة الملكية السامية إلى واقع ملموس من خلال تطوير مسابقة أغلى الكؤوس وإدخال تحسينات عليها من الناحية التنظيمية والإدارية لتحقيق أكبر قدر من المنافسة بين الفرق المشاركة، والتي ستكون انعكاساتها إيجابية على تطوير المستويات الفنية للاعبين، كما أننا سنعمل جاهدين من أجل توفير بيئة تنظيمية احترافية تساهم في إخراج الكأس الغالية بحلة تنظيمية زاهية تتناسب مع الاسم الغالي الذي تحمله المسابقة.